مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بديلايت. اليوم رح نحضر البات بريزي يلي بنستعملها كرمال نعمل كيش، والكيش تبع اليوم هي بروكولي. نحن بحاجه لطحين ابيض منخول نص كيلو، 250 جرام زبده سايحه، برش حامض، 3 بيضات، واذا اضطرينا شويه مي. رح نبلش نعمل العجينه. بدي احط الزبده فوق الطحين، شوية البرش، ونبلش نعجنها. منزيد 3 بيضات، منكمل عجن. عم بتبلش العجينة تاخد بعضها، بدي زيد شوية مي. صارت كلها كرة وحدة، فإذا خلصت العجينة. وهلأ رح نمدها سوا. بدنا نرق العجينة ونفوتها على الفرن لمدة 10 دقايق، نص خبزة.
عم شكشكها شوي بالمقاس لحتى ما ترفوخ. فيكن طريقة تانية تحطوا ورقة زبدة فيها تقريبا نص كيلو من أي نوع حبوب عندكن ياه، بتقلوا عليها وما بخلوها ترفوخ، النتيجة زيتها بالطريقتين. بدنا نحطها بالفرن. كرمال حشوة الكيش البروكولي نحن بحاجة لباقتين كبار بروكولي. أنا حطيتهم بالماء المغلية لفترة دقيقة، وبعدين دغري حطيتهم بالثلج لحتى ما يكملوا عملية السلق ويطلعوا كتير مستويين، لأنه بالخبيز الكيش البروكولي كمان بده يستوي. شوية برش حامض، 3 بيضات، 100 جرام جبنة موتزاريلا، 100 جرام تشيدر تشيز، مجموعة بهارات من جوزة الطيب والبهار، ملح وأعشاب مجففة مكونة من مريمية، زعتر، حبق ونعناع مجفف. عنا هون شوية بصل أخضر تقريبا ربع كوب، ونص كوب من الفليفل الأخضر المقطع، شوية حار، و250 مليلتر كريم فريش، بس يمكن ما نستعملهم كلهم حسب ما نشوفها للحشوة. بدنا نصف البروكولي بقلب الكيش أول شيء. بدنا نصف الجبنة فوقهم. موتزاريلا، فليفلة الخضراء والبصل، شوية بهار وشوية جوزة الطيب، الملح والأعشاب، شوي من الحرب الطيبة، أما البيض بدنا نخفقه مع كريم الطبخ. برش شوية جوزة الطيب، وباقي كريمة للطبخ. بدنا نسكبهم بقلب العجينة شوي شوي. ندخلهم على الفرن حرارة 180 درجة 25 دقيقة.
مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، كيش بروكولي، إن شاء الله تعجبكم، جربوها وألف صحتين.